الأسبوع الثاني الدرس الرابع اللي هو الحالات العملية في الشبكات العصبية اللي هي الكونفولوشن نيرون الملتفة. عندي ثلاثة أنواع تقليديين اللي هي اللين نت والأليكس نت والفي جي جي، ودول الحاجات التقليدية غالبا مش بيستخدموا. وعندنا الريزنت اللي هي الريزيدوال اللي هي الكونفولوشن ريزيدوال نيرون نتورك، اللي عدد طبقاتها بيبقى 152 طبقة، ودي اللي بنستخدمها حديثا. يعني اللين نت هي شبكة بسيطة وقديمة جدا، هي بتستخدم لقراءة الصور اللي هي أبيض وأسود، تمام؟ فهي بتمشي بنفس الكونسبت ده. هي كل اللي احنا بنقوله ده هي عباره عن الكونفيجن نيورال نتورك، بس اركتكتشر معين. يعني كان كل واحد عمل الاركتكتشر بتاعه، فاحنا بندرس الاركتكتشر اللي هو عمله او التصميم او كده يعني، تمام. فهو هنا مثلا لو كانت هنا 32 في 32 في 1، ساعتها هيقوم يعمل فلتر عمقه 6 وقيمته 5 في 5 وخطوه واحده، تمام. هتتحول لمكعب 28 في 28 في 6 عشان عدد الفلترز 6. وبعد كده بيعمل بولينج بالخطوه 2 والفلتر 2 في 2، فهتقل الابعاد بتاعتها بالشكل ده. وبعدها بيعمل فلتر كمان مره 16 عمقه بعد 5 ب 5، ويمشي خطوه واحده وهكذا لحد ما بيوصل لمثلا 400 قيمه في الاخر خالص، تمام. طيب عشان اصلا النيتورك كان قديم قوي فما كانوش بيستخدموا الحشو، فنلاقي الابعاد بدات تقل، تمام. ده ممكن يكون تبسيطا للشكل بتاعها بعد ما نعمل البولينج والماكس بولينج والكونفوليوشن لحد ما نوصل للقيم دي، تمام. وطبعا هم زمان ما كانوش بيستخدموا السوفت ماكس، ما كانتش ظهرت. بدل ما كنا بنستخدم اوبت واحد، لا ممكن كان حديثا نستخدم سوفت ماكس عشان نخليهم مثلا اوبت ب 10 من خارج، لان الصوره دي مثلا بتديتكت بارقام من 0 ل 9، تمام. هنا برضو البارامتر اللي لقيناها هنا بتوصل لحوالي 60 مليون 60000 بارامتر، وهو رقم قليل يعني فقشطه يعني. فهنا كاننا دي الحاجات بتاعتنا اللي هنعمل كونفوليوشن بولينج، كونفوليوشن بولينج، بعد كده نعمل فلو كونكت، فلو كونكت، وبعد كده المخرج بتاعها. وغالبا ما كناش بنستخدمه الريلو عشان ما كانتش ظهرت، كانوا بيستخدموا السيجمويد او التنش، تمام. هنخش بعد كده على الاليكس نت، هي مطوره اكتر اللي استخدم في شبكات في الصور اللي هي الوان، تمام. هو برده هناخد ندرس نفس القصه برده، هو عباره عن 36 فلتر، وبعد كده بعد 11 في 11، وبعد كده بخطوه 4، وبعد كده بيحولهم لمكعب 55 في 56، وبعد كده بيعمل الماكس بولينج ب 3 و3 وخطوه 2 فتحول لمكعب كذا. ثم الفلتر ده بيستخدم حشو عشان يحافظ على نفس الابعاد. يعني انا كان بظبط كونفوليوشن بولي ماكس او ماكس بولينج، بعد كده يعمل حشو عشان تفضل اخر اللي طلع من الحشو من الماكس بولينج يفضل زي ما هو. يعني 27 27 هنا راح عمل بيدنج، تمام، وعمل ابلاين للفلتر الثاني 256 ففضلت الابعاد. بعد كده عمل ماكس بولينج خطوه 2 من غير ما يعمل حشو فالابعاد قلت. بعد كده يفضل محافظ على الالعاب بالابعاد دي لانه هيضيف حشو فتفضل زي ما هي. بعد كده يعمل كونفوليوشن توصل ل 6 و6 وهكذا لحد ما ايه. بعد كده يعمل طبقات كونكتد، وبعد كده يستخدم سوفت ماكس 1000 قيمه كان بقدر اكلاسيفاي 1000 حاجه. يعني مثلا لو نقول مثلا السيستم بتاعنا ده هنديله صوره، هيقول الصوره دي بتاعت محمود ولا محمد ولا عمر ولا حسن ولا ده. ممكن يكون الشكل بتاعها ان كل ما بندخل كده الويتس والهايت بيقل لكن العمق بيزيد، تمام، لحد ما نوصل لايه. يعني دي الطبقات بتاعتنا فولو كونكت فولو كونكت فولو كونكت، وبعد كده سوفت ماكس في الاخر. ده طبعا بيستخدموا الريليو بدل السيجمويد، لكن هنا عدد البارامتر طبعا كتير جدا. هنا 60 مليون كان في قبل كده اللينت كانت 60000، طبعا دي كبيره جدا، فده برده بيحسن من الكفاءه بس بيزيد في الوقت جدا، تمام. ممكن هنا نستخدم اكتر من جي بي يو مع بعض. كان في تكنيك ساعتها كان بيستخدم اللي هو ال ار ان ديت او الليرن ديت اللي هو لوكال ريسبونس نورمالايزد. كان بيعمل ايه؟ كان بيقول لك والله لو انا عندي صوره 13 في 13 وعندي مثلا 256 فلتر، فانا هاخد مثلا يعني سيل منهم واحده كده للاخر واعمل لها نورماليزيشن، هعمل نورماليزيشن على الشكل ده، لان هو بحس ان هو يسهل عمليه الحسابات كده، لان احنا عملنا نورماليزيشن بس سيل بحس ان الموضوع ديت مش بيحسن فبطلوا يستخدموا يعني. بعد كده اخر حاجه الفي جي جي دي، هم قال لك خلاص احنا ممكن نشتغل بالايه، هنركز على الفلتر اللي هو 3 في 3 بخطوه واحده، ونعمل بولي ماكس 2 في 2 بخطوه 2، كانه هيفضل ماشي سيستماتيك كده، فهتبقى الشكل بتاعها كده، هو دايما هيحافظ على الفلتر بتاعه. فهو هنا مثلا عمل كونفوليوشن طلعت مثلا كان هنا 224 224 في 3، هنا 224 22 في 6 64 عدد الفلتر، وهنا تلاقي حافظ على نفس الابعاد فكانه عمل حشو. بعد كده هيطبق البولي ماكس او الماكس بولينج، تمام، فهيقل الابعاد بتاعته ويحافظ على نفس الفلتر. بعد كده هيعمل برضه نفس الكلام، هنا هيضيف قبل ما يعمل كونفوليوشن بيضيف حشو، تمام، وهكذا هيفضل يحافظ على نفس الفلتر اللي هو 3 في 3 ديت. بس هنا برضه لقيوا ان البارامتر بتاعتي 130 مليون، فده رقم كبير جدا حتى مقارنه دلوقتي. لقيوا ان الطول والعرض بيقل للنص لكن العمق بيزيد للضعف، ده تاثيره استخدام الفلتر ماكس بالطريقه اللي هو 2 الفلتر 3 في 3 وخطوه واحده، والبولي ماكس او ماكس بولينج 2 في 2 وخطوه 2. بعد كده عملوا واحده ثانيه في دي 19 اكبر واعمق عشان يزودوا الكفاءه وكده، بس طبعا دي
هنتكلم على الريزيدوال نتورك اللي هي اللي هنترجم الريزيدوال دي ترجمه حرفيه هي المتبقيه. طب احنا لو نبص على اللير القديمه اللي كانت عندنا يعني ايه ان لما ندخلها هنا على الدراب ويت والكلام ده كله وادخلها على الاكتيفيشن فانكشن ايه البلس 1 وايه ايه بلس 2 ده لو الطريقه العاديه بتاعتنا تمام اللي هي لو انا الاي هدخلها على لينير فانكشن اللينير دي اللي هي ايه اللي هي المعادله بتاعتنا اللي هي الاي في الدبليو زائد البي وبعد كده بدخلها على الاكتيفيشن فانكشن اللي هي الريليو مثلا او سيجمويد او اي حاجه وبعد كده هجيب منها الاي البلس 1 تمام وهكذا نفس القصه على طول اللي هي المعادلات بتاعتها دي اللي خدناها كتير. طب ايه الفكره في الريزيدوال؟ الريزيدوال قال لك لا انا ممكن هياخد الاي دي قبل ما اطبق مره ثاني الريليو قبل ما اعمل اكتيفيشن مره ثاني هياخد اعمل شورت كات كده تمام. فكان بالظبط عملت كده تمام بدل انا كنت عايز اجيب الاي ان بلس 2 كنا بنعمل ايه كنا بندخل على طول اللي بيطلع من هنا بنضربه في في الويت عشان نجيب زد ال2 وبعد كده بدا بدخل زد ال2 بعمل له ريكتيفاي بجيب دي انا لا هنا في قبل ما اعمل ريكتيفاي تاني مره او ادخله على فانكشن يعني هقول زد ال بلس 2 زائد الاي ال اللي هو هنا وبعد كده ادخلها على فانكشن اجيب اي ال بلس 2 تمام فاللي هو المعادله بتاعتها دي كده اي ال بلس 2 هتبقى جي اكتيفيشن فانكشن بتاعت زد ال بلس 1 زائد الاي ال هنا خلي بالك ان احنا ضفنا ال ال قبل ما نطبق ال الريليو دي على الاكتيفيشن فانكشن بتاعتنا وده ممكن بنسميها سكيب كونكشن تمام اللي هتبقى بقى نطبق على كل الطبقات اللي جوه بنفس الاسلوب ده كده تمام كان بسكيب واحده بدخل على اللي بعده هي الفايده فيها ايه احنا لو كانت الثيوريتيكال ان احنا كل ما بنزود عدد اللاير كل ما بتقل الايرور لكن هو الرياليتي كان بيطلع كده كل ما بتزود تيجي عند منطقه ويبدا الايرور برضه ثاني يزيد لما استخدام الريزيدوال فعلا بيطلع معنا لكن باستخدام الريزيدوال فعلا بقي معانا بالشكل ده كده تمام فكل ما بزود اللاير كل ما بتقل الكوست وكده بتزيد عندي الكفاءه بتاعتي والريزيدوال كده بتسهل لي عمليه البارامتر وبتزود يعني السرعه بتاعتي مش بتتاثر كل ما بزود البارامتر والويت والكلام ده كله باستخدام الريزيدوال هنعرف الكلام ده ماثيماتيكال قدام لكن برضو نلاحظ في الشبكات العميقه جدا كل ما برضو بزود عدد اللاير حتى لو بستخدم الريزيدوال برضو الايرور هيفضل واقف فبرضو الريزيدوال دي ممكن تبقاش مناسبه برضو في الشبكات العميقه جدا يعني طيب عشان نفهم اكتر الريزيدوال نتورك الاستفاده بتاعتها في ايه فان احنا هنقول مثلا لو كانت ده النتورك بتاعتنا العاديه الاكس دي وفي بيج نيورال نتورك وهنا الناتج النهائي بتاعتي اي اوف ال تمام طب تعالى تكون مثلا نفترض ان الكفاءه بتاعت النتورك دي مثلا 85% حلو لو انا مثلا زودت كذا طبقه تاني بعديها زودت مثلا ليتس سي طبقتين تمام طب هل الكفاءه كده هتزيد ولا هتقل المفروض على الرسمه دي ان احنا كنا بنزود اللاير الايرور بيرجع يزيد تاني ده في الرياليتي طب احنا قلنا احنا بنطبق ريزيدوال الكلام ده مش بيحصل فعلا الايرور بيقل طب تعال نشوف الكلام ده هيحصل ازاي طيب فاحنا قلنا ان احنا هنحط الطبقتين دول بس هنحطهم واستخدام الريزيدوال اللي احنا نخلي اي اوف ال هنا هندخلها على الفانكشن دي ونطلع اي اوف ال بلس 1 او بلس 2 تمام طيب فانا عندي دلوقتي الاي اوف ال بلس 2 ده عباره عن ايه عباره عن زي ما قلنا قبل كده جي زد اوف ال بلس 2 زائد الاي اوف ال عشان عاملين اللي هو ايه الشورت كونكشن ده او شورت كونكت ده تمام حلو طب احنا اصلا عندنا زد ال بلس 2 دي عباره عن ايه عباره عن اي اوف ال بلس 1 في الدبليو زائد البي اللي هي ممكن نعتبرها كده فاحنا هنعوض في المعادله بتاعتنا اي اوف ال بلس 2 هتساوي جي دبليو المصفوفه بتاعت نفس اللاير اللي واقف عندها لكن الايه بتاعت اللاير اللي قبليها اللي بلس 1 زائد البايز وزائد الاي اوف ال طيب تعالى نعمل ريجولايزيشن للكلام ده لما نيجي نعمل ريجولايزيشن للكلام ديت ساعتها هنقد ان احنا نقلل القيم دبليو جدا ومعناه ان هم والاي هنا هتزيد جدا لان هما الاثنين ليهم علاقه ببعضهم عكسيه وبالتالي قيمه البايز برضه هنقللها فمع التقليل جدا القيمه الكليه بتاعه القيمه دي كلها اللي هي الدبليو والاي زائد البي هتقول للزيرو تقترب للزيرو هنا وبالتالي هيبقى الترم ده كله عباره عن زيرو وتبقى اي اوف ال بلس 2 عباره عن جي زيرو زائد اي اوف ال بس تمام واحنا كده كده بنستخدم الريليو فانكشن اللي هي كان شكلها عامل كده لو كانت عندي النيجاتيف بيبقى زيرو او قيمه صغيره البوزيتيف بيبقى نفس الحاجه تمام يبقى ساعتها ان احنا كنا في الطريقه دي ان احنا عندنا اي اوف ال بلس 1 بيكوال اي اوف ال لان احنا عندنا الريليو فانكشن هتطلع نفس القيمه لو هما بوزيتيف تمام فكان بالظبط لو انا عندي كل لاير بوصلها باللاير اللي قبلها بس كيب واحده وبصل اللي بعدها فبقى عندي مثلا اللاير اللي هي دي اي اوف ال بلس 1 مثلا تساوي اي اوف ال طب ايه بلس 4 بيساوي الثانيه والسته تساوي الثانيه والثانيه لو اخر واحده بتساوي اللي قبلها بتساوي اللي قبلها بتساوي اللي قبلها فكان الناتج النهائي انا ما غيرتش في قيمه ال او قيمه ال الاكتيفيشن فانكشن ما غيرتش فيها لكن فادتني ان انا قدرت اعمل النيورال نتورك عندي و بقى عندي الكفاءه زادت وتجنبت حته الاوفر فيت تمام؟ طيب
ناخد بالنا من حاجه، ان احنا في الحاله دي بتاعت الريزيدوال ان احنا بنضيف النتورك دي على اللي كانت قبليها، تمام. طب لو العدد النيورال اللي هنا مش بيساوي عدد النيورال اللي هنا، فساعتها هيبقى الجمع بتاعنا مش هينفع، تمام. فساعتها هيبقى مشكله، مش هينفع اعمل ريزيدوال. طب لو هما بيساووا بعضهم ايش، الريزيدوال هيبقى تمام. طب لو مش بيساووا بعضهم هنحل المشكله دي ازاي؟ ان احنا هنقول ان احنا عندنا مصفوفه ثانيه اسمها الدبليو اس دي، هنضربها في المصفوفه الاولانيه اللي هي تكافئ عدد الزد اوف ال الثانيه اللي احنا نجمعها عليها. يعني مثلا لو كانت عندنا اي اوف ال دي 28 وانا زد اوف ال بلس 2 اللي احنا هنتجمع عليها 256 في 1، فساعتها هعمل ايه؟ هضرب الاي اوف ال دي في دبليو اس قيمه مثلا وليكن هتبقى كام؟ 256 دي اللي انا عاوزها النهائيه في 128 عشان الضرب ده ينفع يتضرب. في الاخر الناتج بتاعنا هيبقى 256 في 1. طب قيم الفي دبليو اس تي ساعتها دي احنا هنفرضها هي قيم راندوم، وبعد كده الالجوريزم نفسه هو اللي ايه؟ هيطلع القيم الصحيحه. بالتالي بقى النتورك عندنا بدل ما كان شكلها العادي دي احنا هنستخدم الريزيدو اللي احنا نوصل كل اتنين في بعضها، دي هتجنب الاوفر فيت وهتقلل الايرور وهتزود الكفاءه عندنا. هنكمل مع بعضينا الدرس الرابع الاسبوع الثاني، حالات عمليه في الشبكات العصبيه. طيب احنا كنا اخدنا بكده ان نعمل كونفولوشن بفلتر عباره عن 3 في 3، تمام. طب هو ينفع نعمل كونفولوشن مثلا باستخدام 1 في 1 يعني رقم 1 كده؟ طب ايه الفايده؟ يعني مثلا لو انا جيت اضرب الرقم دهيت في المصفوفه دي هيطلع نفس الابعاد، طب انا كده استفدت ايه؟ هو في الحقيقه انت استفدت حاجات كتير قوي. يعني انت مثلا لو تعالى نتخيل ان احنا مش بنضرب عشان اللي احنا عندنا مثلا يعني مصفوفه 6 في 6 في 32 تشانل، تمام. فانا لما اجي هطبق عليهم نفس الكونفولوشن 1 في 1 دهيت، هقول 1 في 1 برضه في 32، فبقي عندي بدل ما كان 32 كده تبقى في الاخر 6 في 6 بس كده. يعني هضرب كل اللي جوه ديت، هاخد الارقام بتاعتهم احطه في الخانه الاولانيه، فكان بالظبط عملت المصفوفه بدل ما كانت 6 في 6 في 32 انا عملت المصفوفه بتاعتي 6 في 6 بس، تمام. جميل. طب ايه بقى عدد الفلتر اللي احنا كاتبينها هنا؟ احنا طبعا مش هابلاي فلتر واحد، احنا هابلاي اكتر من فلتر. يعني مثلا تعالى تخيل ان انا هابلاي عندي مثلا 4 فلتر مثلا او 3 فلتر، ساعتها هيبقى المصفوفه اللي هتطلع هنا هتبقى 6 في 6 في عدد الفلتر اللي انا عاملينهم. مثلا فلتر هيجيب الريد، فلتر هيجيب الجرين، فلتر هيجيب البلو، وهكذا، او الفيرتيكال هورزونتال، وهكذا. يعني اي فلتر انت عاوزه تطبقه فالمصفوفه النهائيه بتاعتك تبقى 6 في 6 في مثلا 4 فلتر. يبقى دي رسمه توضيحيه اكتر، يعني كان باخد كل ديت الفيكتور الاصفر ده كله كقيمه بحطه في الخانه الاولانيه، تمام. وهكذا بقى اقدر اتحرك بقى بالكونفولوشن ديت في كل الاماكن لحد ما اجيب المصفوفه هي نفس الابعاد، ودي اللي ورا بعضهم دول عدد الفلتر اللي انا بابلايهم. مثلا زي اللي قدامنا دي مثلا مصفوفه 28 في 28 في 92، فانا هابلاي عليها الكونفولوشن اللي هي 1 في 1 ب 32، 32 فلتر. لكن انا لازم يبقى نفس ابعاد ال 1 في 1 ديت، الدبس بتاعه والعمق بتاعه برده 192 عشان يتابلاي على الكل، لكن دول عدد الفلتر اللي انا هعملهم. ففي الناتج المصفوفه النهائيه بتاعتها هتطلع 28 في 28 في 32. لكن تتخيل عدد اللي انت وفرته من 28 في 28 في 192 للرقم ده، تمام. طب دلوقتي انا قدامي سؤال مهم، هل استخدم فلتر 1 في 3 ولا 1 في 1 ولا 3 في 3 ولا 5 في 5 او ايه؟ قال لك طب لا، طب قشطه، احنا ممكن نعمل دمج بينهم هم الثلاثه مع بعضيهم او وات ايفر، يعني بفكره حاجه اسمها هي الانسبشن نتورك. الانسبشن نتورك ديت اللي هو واخدين الكونسبت بتاع الفيلم بتاع اللي هو الانسبتور ديت، اللي هو الراجل ده كان بيقعد يحلم حلم جوه حلم جوه الحلم. فهي الفكره في كده، احنا ممكن نعمل اكتر من فلتر ونرجعهم ونحطهم ورا بعض. ازاي الكلام ده ممكن يحصل؟ احنا عندنا مثلا لو هنعمل مثلا دي المصفوفه بتاعتنا اللي احنا عاوزين نابلاي عليها، فاحنا نابلاي عليها مثلا فلتر 1 في 1 في الدبس بتاعه 192. طب هنعمل كام واحد منهم؟ ليتس سي هنعمل منهم 64 مثلا، تمام. فده الناتج بتاعنا النهائي نفس بعد المصفوفه 28 في 28 في البعد 64 هو الجزء الاخضر ده. طيب تعال ابلاي الفلتر اللي هو 3 في 3. طيب ناخد بالنا احنا منين نيجي نابلاي الفلتر اللي هو 3 في 3 اللي الابعاد بتاع المصفوفه بتقل، لان احنا كنا عارفين ان البعد النهائي ال. طب عشان نتغلب ان احنا لازم يبقى عندنا نفس الابعاد 28 في 28 ان احنا نزود بادنج، تمام. طب كويس، يبقى احنا نعمل الفلتر بتاعنا دايت باستخدام البادنج، وبرده هبقى الدبس بتاعه 192. طب هنستخدم منه كام فلتر من نوع 3 في 3؟ نستخدم مثلا 128، وهكذا بالنسبه ل 5 في 5 نستخدم 32 مثلا، وممكن نستخدم حاجه الماكس بولينج. كده كده الماكس بولينج مش بيغير في الابعاد فمش هنحتاج نعمل البادنج يعني. يبقى هنابلاي بادنج بس لما نستخدم فلتر 3 في 3 او 5 في 5، وبعد كده حطيناهم كلهم ورا بعضهم. كده عملنا دمج بين الثلاث حاجات عشان ناخد اعلى افشنسي يعني. هل لان احنا ممكن تظهر عندنا مشكله اللي هي اسمها الكوست، الكمبيوتيشنال كوست. ايه الفكره فيها دي؟ ممكن تظهر مثلا في نتيجه ان احنا بنضرب مثلا فور اكزامبل، يعني نتيجه ان هو ال 5 في 5 دايت فلتر لما اجي اضربه هنا، انا ال 5 في 5 فلتر ده الدبس بتاعه كام؟ 192. طب انا هعمل كام فلتر منه؟ هعمل منه 32 فلتر. فهنيجي نبص كده،
هل ان المش... ان ان حصل ضرب الرقم ديت في الرقم ديت هيدينا 122 مليون، فده طبعا طبعا رقم كبير جدا as a futures يعني. فاحنا الفكره فيها ايه؟ قال لك حاجه، احنا ممكن نقسم العمليه دي لجزئين، اللي هو احنا هنعمل مرحله وسيطه بين ال 28 28 دي، والناتج انها 28 في 28 في 32. نعمل ايه؟ هنعمل كده مرحله في النص اللي هنحط فيها فلتر واحد في واحد في بعد 16، تمام؟ فبقي الناتج اللي هنا هيبقى 28 في 28 في 16. لما نيجي نابلاي عليه ال 5 في 5 في 32 نفس اللي كنا هنابلايها في الاول، فساعتها الناتج بتاعنا القيمه هتقل شويه. طيب لو جينا حسبنا الفلتر بتاعنا اللي احنا عملناه واحد في واحد في 36، تمام، والناتج هيبقى 28 والدبس بتاعه كان 192، فالناتج الكلي كان هيبقى 2.4 مليون. طيب وفي الناتج النهائي بتاعنا كان الناتج المصفوفة النهائية اللي هتطلع في الفلتر اللي احنا كنا عاملين له ابلاي فهيبقى 10 مليون. فساعتها لو جمعنا دول هنلاقيهم مثلا 12.5 مليون من 120 مليون، فاحنا كده يعني وفرنا تقريبا رقم مهول. فكأني بالظبط وفرت 90% واشتغلت بس على 10% من العملية، تمام؟ وده بنسميه ايه؟ البوتل نيك، تمام؟ البوتل نيك، تمام. فده كان المفروض ده شبكة اللي هي الانسبشن موديل قبل ما اطبق اللي هي الفكرة بتاعت الواحد في واحد عشان يقلل لي من مشكلة اللي هو الويتس الكتيرة اللي بتحصل، تمام؟ بعد ما بطبق الواحد في واحد فبتبقى الشكل النهائي كده، كأني بالظبط ده الدمج اللي احنا بنعمله، الواحد في واحد وثلاثة في ثلاثة وخمسة في خمسة، وهنا المفروض الماكس بولينج. بس هنا دي المرحله الوسيطه اللي قبليها، يعني مثلا دي ده اللي احنا بنعمله عشان نتفادى المشكله بتاعتي بيزيد عدد الاوتبوت يعني الفيتشرز، تمام. فبحط مرحله وسيطه اللي هي واحد في واحد هنا وواحد في واحد هنا قبل ما اطبق 3 في 3 وقبل ما اطبق 5 في 5. وطبعا مش محتاج اطبق هنا واحده لان هنا كده كده اوريدي هي دي الواحد في واحد والماكس بولينج. فبقي ده الشكل بتاع الانسبشن موديل، تمام. وطبعا بعد كده بنعملهم كونكاتينيت يعني عشان نجمعهم كلهم ورا بعضهم، تمام. في النهاية الشكل بتاعنا النهائي بيبقى شكله كده، كأنه كل مرحلة فيهم نفس اللي احنا شفناها قبل كده، والمرحلة النهائية بتاعت الأول، تمام، كأنه بالظبط زي اللي احنا شايفينه ده. نلاحظ ان احنا قبل ما نيجي في النهايات كده بنضيف تفريعات متصلة بالنهاية عشان تزيد من كفاءة الشبكة، زي يعني زي كده ما احنا شايفين الحاجات اللي هي من يعني قرب النهاية كده عملنا فيها تفريعات ووصلناها بالسوفت ماكس اللي هي في الآخر خالص دي، ده اللي هنا هي بتزود من كفاءة الشبكة، تمام. طيب نخش بقى على مفهوم جديد اللي هو الترانسفير ليرنينج. الترانسفير ليرنينج ان هو بنقل التعلم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا او فايدته ايه؟ الفكره في ان انا بيكون مثلا عندي موديل مبني والموديل ده جاهز وفي كفاءته كويسه، وانا عاوز ابني موديل تاني مشابه ليه الى حد ما، مثلا ده موديل مثلا بيكلاسيفاي مثلا القطط من الكلاب، وانا عاوز ابني موديل مثلا بيكلاسيفاي مثلا قطط مثلا من ارانب ليتس سي، تمام. فبدل ما ابني الموديل بتاعي انا الجديد من البدايه، لا انا ممكن اخد الموديل القديم ديت استفاد من الاركتكتشر بتاعه، استفاد من الكفاءه بتاعته اللي هي موجوده، وابدا ابني الموديل بتاعي، تمام. طيب يبقى انا اللي هستفاد ايه؟ اول حاجه هستفاد ان انا هوفر وقت التريننج، يعني مش محتاج اعمل تريننج كتير. تاني حاجه هستفاد من الاركتكتشر نفسه اللي هو موجود، فانا مش هاخد وقت ان انا ابني الاركتكتشر بتاعي من الاول، يبقى هوفر في التريننج نفسه، وقت التريننج هوفر في بناء الموديل نفسه. تالت حاجه لو انا عندي مثلا داتا صغيره، فانا مثلا ما عنديش داتا كافيه ان انا اطلع لي افيشنس اعلى، فانا ممكن ابني موديل عن قصد اصلا بداتا متوفره، وبعد كده اخد نفس الموديل ديت اعدل فيه شويه تاني عشان ابني الموديل الاساسي بتاعي، تمام. لو انا الكلام ديت لو انا ما عنديش داتا متوفره، ده في الحل اللي احنا بنلجأ ليه للترانسفير ليرنينج، تمام. طيب فكره الترانسفير ليرنينج اصلا جت منين؟ جت ان احنا المجتمع بتاع الديب ليرنينج ان هو عامل كل حاجه اوبن سورس على كيجل وجيت هاب والكلام ده كله. طب حلو، انا دلوقتي تعالى ناخد اكزامبل. لو احنا عندنا مثلا مثال هنصنف قطط مثلا بين التريجر والميست دي نوعين، فيبقى عندك مثلا ثلاثه كلاسيفاير في الاخر، يا تريجر يا ميستي يا اخر، تمام. طيب تعالى نبحث على الموديل موجود، فاحنا مثلا لقينا الموديل دايت اللي هو مثلا في الاوتبوت بتاعه مثلا في 1000، تمام. انا عندي الاوتبوت هنا 1000 في نوع وفي سوفت ماكس، تمام. فانا بالنسبه لي انا عاوز ثلاث انواع، فساعتها ممكن ناخد نفس اللايرز دي كلها بس نغير اخر طبقه بس. فساعتها كده زي ما احنا شايفين احنا جينا على سوفت ماكس والاوتبوت النهائي لغيناه وحطينا سوفت ماكس وحطينا ثلاثه بس اوتبوت، فبقي ان انا احتفظت بكل اللايرز الموجوده دي. طيب فبقى عندي مصطلح كده اسمه الفريز. فريز ديت هو المصطلح اللي هو اختصارا او يعني لما اجي بستخدم ترانسفير يعني ايه فريز؟ يعني انا بحافظ على البارامتر الموجوده هنا والويت والكلام ده كله ان هي ما بتتغيرش وانا بعمل تريننج على الموديل الجديد بتاعي. ليه؟ لان انا لو ما عملتش فريز للبارامتر دي كاني ببني الموديل من الاول، فهيبدا يتغير في كل اللايرز، فساعتها يعني كده ما عملتش ترانسفير ليرنينج. طيب يبقى الطبقات اللي انا هعمل عليها ان انا عاوز احفظ نفس الويت هعمل عليها فريز. طب الطبقات اللي انا مش عاوز اعمل عليها
اهو، وهعدلها عشان تتناسب مع المود الجديد، هعمل عليها ان فريز. تمام. طب لقيت مثلا الالجوريزم بتاعنا عملت فريز لكل اللي ورا ديت، تمام، وغيرت بس اخر طبق، لقيت الالجوريزم بتاعي الكفاءه بتاعته مش كويسه، ساعتها لا ممكن ارجع تاني اعمل دي برضو ان فريز، فبقى الاثنين دول ينفع نغير فيهم ودول فريز وهكذا، فانت بتلعب فيهم كله. تمام. فبين دلوقتي احنا ممكن نقول كل الطبقات اللي احنا هنعملهم فريز كده ممكن نسميهم كلاير واحده، والطبقتين اللي هم الاخر دول كانهم هيدن نيورون، فكان بالظبط هجمع دول كلهم في بلوك واحد كده بسميه انبوت اب، كان بالظبط النتورك بتاعتي ماشيه بالشكل ده، دخول انبوت الطبقات كلها اللي عاملها فريز كانها طبقه واحده، وبعد كده الحاجات اللي انا بغيرها هنا. طيب هل الحاجات اللي انا بغيرها هنا البارامتر دي ببداها من الزيروز تاني؟ لا، بسيب نفس الانشلايز القديمه بتاعت الموديل القديم وببدا اعدل فيها بقى. تمام. النهارده اخر محاضره في الاسبوع، الدرس الرابع الاسبوع التاني. تمام. انا هاخد حاجه اسمها الداتا اوجمنتيشن. الداتا اوجمنتيشن هي المقصود بيها ان احنا بنعمل زياده في الداتا، تشويه للداتا، وات ايفر اللي احنا بنعمله. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي عندي مثلا داتا صغيره قليله وعاوز ادرب الموديل بتاعي، فانا بالتالي ممكن اخد نفس الداتا مثلا، وليكن الصوره دي مثلا عادله وشها كده، فانا ممكن اعملها فليبنج تبقى عادله وشها كده، او مثلا اخد جزء من الصوره اعطاه واعمل كروبنج للداتا. تمام. ممكن كمان اخلي الصوره تتقلب، بدل ما كانت كده تبقى اخلي رجلها فوق وراسها لتحت، فكده مثلا زودت الداتا، او مثلا اقطع يعني مثلا الصوره دي اقطعها لاربع اجزاء، فبقى عندي صوره اصليه واربع اجزاء، في كل صوره بقى خمس منها صور، فممكن الداتا مثلا لو كانت 20 قلبتها تبقى 40، وبعد كده قسمتها فوق وتحت بقت 60، وبعد كده رحت جمعتهم بقوا كمان نضربها في خمسه وهكذا. تمام. في الداتا اوجمنتيشن انا بزود الداتا بتاعتي لو انا عندي داتا صغيره قليله. تمام. او ممكن مثلا اغير في الالوان، مثلا كانت دي اخليها الالوان دي بلعب في الالوان بتاعتها، او اعمل لها دوران مثلا. هل بعمل الكلام ديت كده عشان ازود الداتا خلاص؟ لا، ساعتها هبقى بشوف الموديل بتاعي هل فعلا محتاج الداتا بالشكل ده ولا لا. يعني مثلا لو انا فور اكزامبل انا عندنا موبايل بيصور الصوره، هل هيصور الكلب مثلا كان عادل وشه كده ومره عاد تاني عادل وشه كده؟ اه ممكن احتمال، لكن لو انا مثلا هصور الكلب مثلا راسه اللي تحت ورجليه فوق، ساعتها هيبقى صعب، الموديل بتاعي مش محتاج ان انا اضرب الموديل على حاجه زي كده، لو ضربته على حاجات زي كده ممكن تعمله مسليدنج. تمام. نفس الكلام، هل انا ممكن الاقي صور بالالوان دي؟ لا، يعني صعب ان انا الاقي صور بالالوان دي، فمش محتاج ان انا اصورها كده. او لو مثلا اخلي اضرب الموديل مثلا اخلي الحاجات دي ابيض واسود، انا الموديل بتاعي ما فيش كاميرا موبايل بتصور ابيض واسود. تمام. فساعتها ايوه انا هعمل داتا اوجمنتيشن او هزود الداتا بتاعتي، بس هزود الداتا في الداتا اه لو انا ما عنديش، بس في داتا فعلا هحتاجها. تمام. وده بقى الجو لو انا ما عنديش داتا كتير، لكن انا الافضل ان انا اجمع الداتا بايدي بداتا مختلفه. اخر حاجه بنقول عليها ان في حاجات فيها بيانات كتير متوفره، زي التعرف على الصوره او تصنيف الصور، لكن بيانات الكتيره مثلا التعرف على الصوت، لان دي حاجات رخيصه وكتيره قوي. طيب احنا برضو سوري ان احنا قبل ما اقول دي، ان كان في حاجه في الداتا اوجمنتيشن احنا مش شرط على الصور بس، احنا ممكن كمان على الفويس، يعني مثلا ممكن نخلي واحد بيتكلم نسرعه نبطئه، نحط معاه دمج مع صوره هواء مع صوره المواصلات وهكذا، لكن مثلا مش هنعمل اوجمنتيشن نغير من لهجه للهجه، لان ده مش ممكن يعني. تمام. طيب فاحنا مثلا عندنا التعرف على الصوت ده هتلاقي فيه بيانات كتير، لكن حاجه زي التعرف على الصور هي بيانات قليله، حاجه زي الاوبجكت ديتكشن لا بيانات قليله جدا وثمنها غالي، فساعتها هنضطر نخش في حته، نضطر ندخل في حاجه اسمها الهاند انجينيرنج، ان انا بتدخل تدخل بشري مثلا واقعد اعمل ليبل للصور دي. طيب فعشان نحل المشكله دي ممكن في ناس بتستخدم ان هو تعمل اكتر من شبكه نيورال نت بالتوازي، وبعد كده بتجمع المخارج بتاعتهم، فساعتها هتديني كفاءه كويسه بس هستهلك وقت كبير. تمام. وده اللي هو الكونسبت بتسميه اللي هو الانسامبلينج. تمام. شكرا. احنا كده نهايه المحاضره بتاع الاسبوع التاني الدرس.